مع الأسف هذا الواقع يجب ألا يعني نستسلم له، هذا في المقام الأول. فلا بد أن يعلو صوت المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الحكومية في مواجهة عقوبات الإعدام، خاصة هذا الإعدام التعسفي، هذا الإعدام السياسي، خاصة في البلدان العربية على وجه الخصوص وفي البلدان الدولية التي ما زالت بها عقوبة الإعدام. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مصنفة من ضمن الخمس دول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، والصين والسعودية ومصر وإيران، هذه أعلى خمس دول على مستوى العالم. لكن على الوجه الآخر هناك دول أعتقد أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم ملاحظة عقوبة الإعدام في هذه الدول، وأنا يعني أخص بالذكر مصر، هذه الدولة التي بينها وبين الاتحاد الأوروبي شراكة كبيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ودول الاتحاد الأوروبي جميعها تناهض الإعدام، دول الاتحاد الأوروبي جميعها ترفض الإعدام، ولكنها تتعاون مع مثل هذه الدول وفي القلب منها مصر وتدعمها اقتصاديا وفنيا بل وقضائيا أيضا. وهم يعلمون جيدا أن مصر لا استقلال للقضاء فيها، وأن مصر تتجاوز في عقوبة الإعدام وتنفيذها. فبالتالي هذه الدول مسؤولة معنا كمنظمات حقوقية أيضا، نحن نوجه اللوم لها لفرنسا وإنجلترا، ونوجه اللوم لبلجيكا وكل الدول وألمانيا التي بينها وبين مصر وبين كثير من الدول التي ما زالت تسهب في إنزال عقوبة الإعدام بشكل قاسي وبشكل غير إنساني. عليهم أن يكون لهم موقفا تجاه الإنسانية وتجاه إزهاق أرواح الإنسان بغير حق وبغير قانون وبدون عدالة وبدون توفير ضمانات للمحاكمة العادلة.